أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في لقاء جديد ومعاكم لنواصل عرض آخر تطورات كوفيد-19 الذي يواصل زحفه دون هوادة وارتفاع إصاباته دون رحمة وحصاد لضحاياه دون توقف. اليوم مشاهدينا أعلنت وزارة الصحة شفاء 729 حالة من كوفيد-19، فيما سجلت 616 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 101,299 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 590. يعني مشاهدينا أمام هذه الأرقام، لو لم نستطع قراءة هذه الأرقام وأيضا دلالاتها بصورة جيدة فبالتأكيد هناك خلل في تعاملنا مع هذا الموضوع. هذا الخلل ليس إجرائيا أو تنفيذيا، وإما خلل يعني خلل في الوعي بخطورة الأوضاع وتجاهلنا لما قد تؤول إليه مستقبلا في ظل عدم التوصل إلى لقاح إلى الآن، والذي من المتوقع ألا يتم الوصول إليه قبل بداية العام الجديد. بالتأكيد يعني مشاهدينا الخلل ينحصر في تجاهل الإجراءات الوقائية وأيضا التدابير الاحترازية، يعني هذا الإهمال نتيجته غير محمودة العواقب. نتمنى من الجميع أن يلتزم بالإجراءات الصحية وأيضا الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وتطبيق وأيضا فرض التباعد الاجتماعي. نتمنى لكم السلامة والسلام للجميع. مشاهدينا نظرة المصاب بكورونا يعني تختلف تماما عن نظرتنا، يعني فقد أصيب ودخل أيضا التجربة الصعبة وتعافى بفضل الله. ماذا يقول المتعافي عن هذا المرض وبماذا ينصح؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفنا الأستاذ خالد الصفار، أحد المتعافين من مرض كوفيد-19، ولكن بعد هذا التقرير. لحظات صعبة وأعراض غير طبيعية لكوفيد-19 لأشخاص لم يدور في خلدهم أنهم سيصابون يوما من الأيام بهذا الوباء الغامض. أحد المتعافين من فيروس كورونا نقل العدوى لجميع أفراد أسرته، زوجة وأولادا، دون دراية منه بإصابته بعد مخالطته لشخص مصاب. وبعد ظهور الأعراض ورقوده في المستشفى انقلبت حياته مع أسرته رأسا على عقب. وفي النهاية من الله علي بالشفاء بعد مرحلة صعب نسيانها وتظل باقية في الذاكرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. يعني هل تختلف نظرة المصاب بفيروس كورونا عن نظرتنا تجاه هذا المرض؟ هذا ما نعرفه من الأستاذ خالد الصفار. أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا، ونشكرك صراحة على قبولك لهذه الدعوة. إذن حتى يجهز الاتصال المشاهدين الكرام، سنواصل إن شاء الله بالاتصال بالأستاذ خالد الصفار للحديث عن نظرته تجاه فيروس كورونا، ولكن بعد هذا الفاصل.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ومرة أخرى عودة للأستاذ خالد الصفار ليحدثنا عن نظرته اتجاه فيروس كورونا، لأنه كان مصاب يعني بفيروس كورونا. هل تختلف عن نظرتنا اتجاه هذا المرض؟ أستاذ خالد أهلا ومرحبا بانضمامك معنا، وفي البداية يعني شكرا على قبولك لهذه الدعوة بالظهور في برنامج معاكم. يعني في البداية يعني كيف كانت بداية المرض معك أستاذ خالد؟ يعني كيف انتقل المرض إليك؟ أول شيء أمسيكم تلفزيون الكويت ويعطيكم العافية على المقابلة. حياك الله. أول شيء كانت إصابتي بالمرض عن طريق عملي في وزارة الكهرباء والماي في محطة الكهرباء والماء، خلال احتكاكي طبعا مع الموظفين والعمال اللي موجودين في المحطة. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني نتحدث عن تعاملك مع هذا المرض يعني، وأيضا الحالة النفسية خلال تعاطيك مع هذا المرض، مرض فيروس كورونا المستجد. والله أول ما عملت مسح أنا في تاريخ 27/8، ثاني يوم بين معي النتيجة طلعت إيجابية، فقمت حجرت نفسي في البيت مدة 5 أيام. طبعا خلال الخمسة أيام كانت الأعراض، الحرارة كانت في ارتفاع توصل تقريبا 38 39، لكن في اليوم الخامس صار عندي نقص في الأكسجين واضطريت أني أتصل على المستشفى وجابوا لي أسعاف ورحت على مستشفى جابر لأنه صار عندي نقص في الأكسجين. طيب أستاذ خالد، يعني هل هناك يعني أعراض أخرى تعاني منها خلال فترة المرض؟ يعني هو بس الحرارة ونقص الأكسجين اللي صار معي أكثر شيء. رجعت المستشفى يعني أستاذ خالد؟ اي نعم، ودوني مستشفى جابر وتميت في مستشفى جابر لمدة 10 أيام. تم علاجي عن طريق المضادات الحيوية ومسيل الدم خلال هالفترة وتزويدي بالأكسجين. طبعا نفسيا انهرت يعني، طبعا يعني انت في مواجهة مرض خطير وما تدري شنو عواقبه، عرفت شلون؟ ولله الحمد يعني الطاقم الطبي بالمستشفى ما قصروا صراحة وباشروا العلاج على أكمل وجه، وخلال 10 أيام نسبة الأكسجين ارتفعت صارت معي 95%. هل هناك مضاعفات أستاذ خالد تعرضت لها خلال المرض؟ أي نعم طبعا، بعد خروجي من المستشفى صار لي 10 أيام لغاية الآن عندي كحة وشوية ضيق بالتنفس إذا بذلت مجهود. أستاذ خالد، يعني هل هناك نصيحة تود توجيهها يعني خلال تجربتك؟ طبعا أنصح أي إنسان على هالدولة الحبيبة دولة الكويت أن المرض خطير وخبيث ولازم إحنا نواجهه عن طريق اتباعات الإرشادات الصحية، لبس الكمام طبعا وغسل اليدين باستمرار، لأن المرض لا أنا أقدر أشوفه ولا أي أحد ثاني، حتى المصاب ساعات أول 4-5 أيام ما يحس فيه بعدين تبين فيه الأعراض. الأستاذ خالد الصفار شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك السلامة وأيضا السلامة للجميع، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نشكر ضيفنا أحد المتعافين من كوفيد 19، يعني بالطبع هي تجربة مؤلمة لا يود أحد المرور بها، ولكن كل ذلك بيدك مشاهدينا الكرام، يعني بعد تدبير المولى عز وجل. نعم كلنا نشتاق إلى حياتنا الطبيعية، ولكن يجب أن نعلم تماما أننا نمر بأوقات حرجة وواقع جديد يجب التعامل معه بحرص وحذر، واقع فرض علينا التوقف عن ممارسات اجتماعية تزيد من نسبة الإصابة. مشاهدينا نتابع التقرير التالي ونلتقي بعده بالدكتور محمد الحداد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت. لم تعد الكمامات والقفازات والمعقمات مقتصرة فقط على الجهاز الطبي والمراكز الصحية، بل باتت مع استمرار جائحة كوفيد-19 أساسية في حياتنا وعاداتنا اليومية، نبحث عن تأمينها ونتفقدها يومياً كما نتفقد المستلزمات الضرورية. صار من على قولتهم أساسياتنا الحين، يعني تقريباً يعني حتى مع دوامنا بشكل طبيعي، يعني انا تقريبا الكمام صار بيومي زي ما انام فيه، الوقت الوحيد اللي افسخه وقت النوم، بس مع دوامنا لازم نلبس، مع على قولتهم الجمعيات المجمعات مستوصفات مراجعات كذا صارت بالكمام.
بالبدايه كانت في صعوبات كيف يعني نتعامل مع الوقايه، يعني كانت الامور مش يعني ماخذينها في عين الاعتبار، لكن يوم صارت الامور عاد بدات عاد تكثر الكورونا، بدات تكثر الحالات الوفيات بالنسبه للكبار بالسن، الناس قمت تهتم اكثر. الوقايه اصبحت بديهيه، وارتداء الكمامة والقفازات واقتناء المعقمات يعتمدها بانتظام رواد المجمعات والجمعيات والموظفون في مراكز عملهم وفي مختلف الأماكن العامة. خصوصاً في هالأيام وفي الجائحة اللي احنا فيها الكوفيد 19، الالتزام لازم يكون أحد أو أول أولوياتنا على أساس نتحاشى المرض أو أن احنا نصاب بهذا المرض. فأنا الحمد لله ملتزم وقاعد أحمي نفسي وأحمي الآخرين كذلك، وأتمنى من الآخرين أن يطبقون القوانين اللي شرعتها وزارة الصحة. لازم الالتزام بالكمامة وتعقيم الإيدين دايما وغسل الإيدين عند الاضطرار ومن المص وجنا، ونلتزم بتعليمات وزارة الصحة اللي عطيتها. يعني صحيح فتحوا البلد بس دايما لازم نلتزم بتعليمات وزارة الصحة، لأن كلنا لازم نحارب كورونا اللي هو عدو مخفي. لازم يكون بينهم مترين، ولازم نعقم، ولازم نلبس الكمام، وناخذ احتياطاتنا والحافظ الله. جولتنا الميدانية رصدت حركة إحدى المجمعات التجارية ومدى التزام الناس بالتدابير الوقائية والوعي الصحي، لمسناه لدى مختلف الأطياف والأعمار. اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ويسعدنا ان ينضم الينا الدكتور محمد الحداد استاذ علم الاجتماع. دكتور اهلا ومرحبا بانضمامك معنا دكتور محمد. يعني في البدايه يعني الشعب الكويتي اجتماعي بطبعه، يعني هل يمكن اعتبار ان هذه الصفه غلبت على الحرص على التباعد وتحقيق ايضا الحذر المطلوبه؟ اول شيء مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله. بالنسبة لموضوع العلاقات الاجتماعية وطبيعة الحياة الاجتماعية، وتعرف المجتمع الكويتي مجتمع يتميز بسمات خاصة تختلف عن بقية دول الخليج. يعني احنا علاقاتنا الاجتماعية في مجتمع الكويت، وإن كنا جزء من المجتمع الخليجي، ولكن نتميز بقوة العلاقات، لأن هذه العلاقات لها ركائز اجتماعية. يعني على سبيل المثال الكل يعرف دور الديوانية وأهمية الديوانية وفكرة الديوانية اللي انتقلت إلى معظم دول الخليج فيما بعد. طبعا هذا يعكس طبيعة علاقاتنا الاجتماعية المتينة، لكن في الحقيقة يعني أنا لاحظت أن احنا ضحينا بهذه العلاقات الاجتماعية المتينة الممثلة بالركائز اللي هي مثل الديوانية على سبيل المثال. نعم. ضحينا في مثل هذه العلاقات الاجتماعية وتمكننا من احتواء هذا الانتشار المفاجئ للفيروس، ونجحنا الحمد لله في إدارة انتشار هذا الفيروس، لأننا أعتقد تصرفنا كدولة وكمجتمع بسرعة استباقية وطبقنا سياسات مبتكرة بينما دول أخرى أخفقت في هذا الشأن. طيب. طبعا هذا كلفنا كثيرا مثل ما تعرف، كلفنا أعباء اجتماعية، كلفنا أعباء اقتصادية، كلفنا التخلي عن مجموعة من العادات الاجتماعية اللي اعتدنا عليها، كلفنا التأثير حتى على نظام التعليم وتبني ثقافة تعليم جديدة اللي هي ثقافة التعلم عن بعد. هذه كلها نتائج احنا يعني كلفتنا نتيجة التنازل عن الجانب الخاص في العلاقات الاجتماعية المتينة. كما ذكرت يعني دكتور محمد، يعني امام هذه العلاقات الاجتماعية في الدواوين وايضا مجالسنا، يعني كيف ترى خطورة ما قد تعرضنا لها هذه التجمعات يعني في ظل تفشي الإصابة بكوفيد 19؟ والله شوف، احنا في البداية كنا حريصين، الكويتيين كانوا حريصين في الأشهر الأولى، وألزمنا أنفسنا جميعا بالتقيد بالتباعد لفترة أكثر من 3 أشهر متواصلة. ودائما تعرف الجوانب السيكولوجية النفسية دائما في مثل هذه الظروف يدخل الملل في أنفسنا في بعض الأحيان، ونعتاد على سماع الأخبار. يعني الموضوع دكتور محمد ملل، يعني خير أقول الموضوع ملل بابتعادنا عن يعني هذه الظروف، يعني مثل هذه الظروف يدخل ملل في أنفس الناس، يعني يعتادون على سماع الأخبار اللي لها علاقة بالوباء.
فهذا دفع الكثير من الناس إلى التخلي جزئياً، أنا ما قايل كلياً، جزئياً عن الاحتياطات الصحية اللازمة. فظهر الخروج عبر طبعاً غير المبرر إلى الشارع، وظهر الخروج غير المبرر إلى الأسواق، وظهرت التجمعات بأشكالها المختلفة. وطبعاً بالإضافة إلى ذلك ساعد ذلك بداية النشاط السياسي في الدولة والاستعداد للانتخابات. كل هذا كانت يعني أمور دفعت بالكثير من الناس إلى التخلي جزئياً عن الحرص بالتقيد بالتباعد. طيب ما هو المطلوب يعني دكتور محمد للعودة إلى الحرص وأيضاً الالتزام بإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة بشكل دوري من وزارة الصحة دكتور محمد؟ هو لابد من التقيد بمثل هذه الأمور، لأن هو السبيل الوحيد للحماية. نحن نحاول أن نحمي أنفسنا ونحمي غيرنا، وبالتالي هذه يعني من واجبات المواطن الصالح أن يلتزم بالشروط الصحية اللازمة فيما يخص التعامل مع هذا الوباء. يعني ظهور الخروج غير المبرر ما له داعي، روحة الأسواق اللي ما هي مبررة ما لها داعي، تجمعات غير مبررة ما لها داعي. يعني احنا صحيح ان احنا عدنا الى وضعنا الطبيعي، ولكن ينبغي ان نتقيد على الاقل خلال الاشهر القادمة، علشان يعني نقول ان احنا بالفعل نجحنا. يعني الكويت ترى هي الدولة، يعني انا مالي مو لاني انا كويتي، لكن في الحقيقة ان احنا يعني من الدول اللي بالفعل تمكننا من احتواء انتشار هذا الفيروس بحكم قوة إرادتنا في التعامل مع هذا الفيروس. نعم دكتور محمد، يعني كيف يمكن تعميم مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأيضا الصحية عن كبار السن وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم بوصفهم الشريحة الأكثر عرضة للإصابة؟ الحين متواجدين في البيوت وأيضا في المجالس والوزارات وأيضا في المجمعات التجارية، شلون نحميهم دكتور محمد؟ شوف احنا عندنا اعتدنا على الزيارات التلقائية الطبيعية الودية بين افراد الاسرة. كما تعرف احنا زيارات طق الباب ودش، واحيانا بعد ما في طق الباب درعم على طول. الان ينبغي علينا نحن في ظل هذه الظروف ان فيما يخص الزيارات اللي هي لها علاقة بالتعامل مع كبار السن، اولا ان تكون الزيارات مقننة، ثانيا ان تكون سريعة، ثالثا أن تكون صحية. يعني شنو معنى مقننة؟ مقننة يعني أنا مو عيب إني أحدد عدد الزائرين، مو عيب إني أحدد منهم الزائرين. يعني اشتراطات الدعوات المنزلية، صحيح إحنا أهل واعتدنا على نظام اجتماعي معين فيما يخص زيارات معينة. طيب. لأن هذا يضر بكبار السن، أيضا تحديد حركة كبار السن، السرعة يعني نضع قواعد خاصة في سرعة الزيارات العائلية، لا تمكث لفترة طويلة في البيت. الجانب الصحي، وهذا أحيانا نتحرج منه في مجتمعنا الكويتي لأنه عيب وما يصير وشلون تقول. يعني مثلا اتخاذ الاحتياطات الصحية مثل وضع طاولة تعقيم في مدخل المنزل، التوزع في المنزل ما تقعدوا مع بعض مثلا، ما في تقول لي والله مقصة جايبها من محل حلويات كنافة ولا شيء جايب لي من دكان ولا من بقالة ولا في البيت. ما الابتعاد ايضا بالتحيه والسلام من بعيد يعني، وكذلك السلام. هذه هي الجوانب الصحيه. ايضا فيما يخص جزئيه مهمه جدا لازم اقولها كله واحد، اللي هي ما يتعلق باستخدام تكرم الحمامات. ترى ما هو بعيد انك تحط كميه من المطهرات في الحمام مع اوراق خاصه، ومو غلط انك تحط في الحمام ورقه مكتوب عليها قواعد الاستخدام في ظل الكورونا، شلون تستخدم الحمام الان. يعني هو يعني اوكي شلون احنا نستخدم الحمام معروف، لكن لا الان انت في ظل ظروف مختلفه. اما فيما يخص الجانب الايجابي والعلاقات الاجتماعيه مع كبار السن اللي تفضل فيه، انا اعتقد ان ازمه كورونا فيها جانب مضيء، يعني جوانب ايجابيه اظهرتها الازمه لنا مثل تقدير العلاقات الاجتماعيه. الان اصبحنا نمكث مع بعضنا البعض في الاسره داخل البيت. كبار السن في بعض الاحيان يصبحون جزء غير مرئي في المجتمع في الشعب، كانوا يعني طيب. موجودين في البيت معانا بس احنا برا وهم داخل. لم يتبقى لنا وقت يعني دكتور محمد، لو كلمة أخيرة وأيضا نصيحة توجهها للمشاهدين الكرام. والله أنا أعتقد أن الالتزام بالقواعد الصحية هو المقدمة الأولى لسلامة المواطن والمقيم في هذا البلد. ينبغي أن نلتزم بالقواعد الصحية والشروط الصحية فيما يتعلق بهذه الأزمة، وخاصة فيما يخص الكمامات
والتباعد الجسدي مو التباعد الاجتماعي، احنا ما نبي نقول تباعد اجتماعي، تباعد جسدي مهم جدا علشان نعيش سلام وبصحة وخير، والله إن شاء الله يكافينا شر هذا الوباء. مشاهدينا كل الشكر لضيفنا الدكتور محمد الحداد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا كما نتابع يوميا يعني تعود العديد من دول العالم إلى تشديد إجراءاتها بالتزامن مع ازدياد أعداد الإصابات بكوفيد 19. يعني هذه القيود ليست يعني من باب المبالغة أو التخويف، تأثيرها الاقتصادي كبير وعواقبها أيضا وخيمة، ولكن الصحة تستدعي اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحمايتها. من بين هذه الدول النمسا وأيضا التي نتابعها في التقرير التالي لنشاهد. إجراءات وقائية مشددة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كوفيد 19 التي عادت بقوة لتلقي بظلالها على النمسا في أجواء شعبية مثقلة بالشكوك حول إمكانية التخلص من هذه الجائحة الخطيرة على المدى القريب. نظرا لارتفاع عدد ضحايا الموجة الثانية لجائحة كورونا، قررنا فرض إجراءات وقائية إضافية، منها تقديم أوقات غلق المقاهي والمطاعم من الساعة 1 صباحا إلى الساعة 10 ليلا، وعدم استبعاد عزل المزيد من المحافظات إذا اقتضى الأمر للحد من الإصابات التي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 681 إصابة في عموم البلاد، بينها 305 في العاصمة فيينا وحدها. إني مقتنعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولا يضرني وضع الكمامة حتى لمدة طويلة، حيث أني مستعدة لتحمل هذه الإكراهات لأن المحافظة على الحياة لها أولوية، وبقدر التزامنا بالإجراءات بقدر ما نتمكن من مقاومة هذه الجائحة. ردود فعل المواطنين النمساويين انقسمت بين أغلبية تؤيد قرار الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية أكثر حزماً، وبين قلة تقلل من خطورة الوضع وتشكك حتى في حقيقة هذه الجائحة. لقد فقدنا بين 90 و95% من رقم أعمالنا بسبب هذه الجائحة التي بدأنا نشكك في حقيقتها، وأعتقد أن الإجراءات خاطئة ومبالغ فيها، وعلينا أن نتعامل مع هذه الجائحة مثل ما نتعامل مع الإنفلونزا العادية. قدمت منذ أيام من باريس، وأعتقد أن الإجراءات المطبقة هنا مبالغ فيها، هي أشد بكثير من الإجراءات المطبقة في النمسا. نأمل في التوصل إلى لقاح يجنبنا خطورة كورونا ويجعلنا نتعايش معها مثل الإنفلونزا. في اعتقادي أن الإجراءات لمجابهة كورونا مبالغ فيها، ولكن علينا أن نمتثل لها لمقاومة هذا الوباء. تعددت آراء السياسيين واختلفت ولم نعد نعلم ما هو الرأي الأرجح، لكن يبدو أن الإجراءات الجديدة أدت إلى انخفاض في عدد المصابين. مشاهدينا نتمنى من الجميع مواطنين وأيضا مقيمين الالتزام بالإجراءات السلامة الوقائية والاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، وأيضا تطبيق وفرض التباعد الاجتماعي في دواويننا وأيضا مجالسنا وفي مقرات أعمالنا لسلامتكم وسلامة أهلكم. مشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من برنامج معاكم، نتمنى أن نكون وفقنا في عرض جزء ولو بسيط من خطورة الأزمة التي يمر بها العالم، ونحن على ثقة تامة بأن الوعي سيغلب بمشيئة الله للحد من عدد الإصابات. نسأل الله السلامة للجميع، ودمتم في أمان الله.